بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، بلغنا وسائر المسلمين مما يرضيك آملنا، ووفقنا وسائر المسلمين لما تحبه وترضى، واكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. واحفظنا في أموالنا وفي ديننا وأبداننا وذريتنا وأهلينا وبلادنا من كل سوء يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل قراءة فتح كتاب فتح القريب المجيب، شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهما الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. واليوم نبدأ كتاب أحكام الحج، والمقصود أحكام الحج والعمرة، ولكن ربما اكتفى بالحج على سبيل فقط الاكتفاء في الذكر، ولكن زي ما يقول سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم من الحر والبرد، فأحيانا يأتي على سبيل الاكتفاء. والحج هو الركن الخامس للإسلام، وهو والزكاة لا يفعله كل المسلمون. كل المسلمين يعملوا الشهادة، يصلوا، يصوموا، لكن الأغنياء بس اللي يطلعوا الزكاة، والمستطيع فقط هو اللي يحج. فالحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، والمشهور أنه فرض في السنة السادسة من الهجرة، وقيل أنه فرض في السنة الخامسة، وقيل قول آخر أنه قبل الهجرة. الراجح أنه 6 هجرية، وقيل 5، وقيل قبل الهجرة. وهو والعمرة واجبان في العمر مرة. عندنا العمرة واجبة كالحج في العمر مرة. وقد يكتب أكثر من مرة في العمر لظروف طارئة، كأن ينذر حجة فصارت حجة منذورة تبقى مفروضة، أو قضاء عند فساد حج النافلة. يعني لو بيحج حج تطوع وفسد منه وجب الاستمرار في فاسده، ثم يجب عليه القضاء في العام القادم، كأن جامع زوجته مثلا قبل الوقوف بعرفة، يبقى فسد حجه ويستمر في حجه، ووجب عليه القضاء من قابل ويذبح بدنة يعني جمل. كويس، يبقى هو أصلا في أصل فرضيته أنه مفروض في العمر مرة، لكن قد يطرأ عليه أن يكون أكثر من مرة لعارض كنذر أو فساد حج نافلة فيجب قضاء. ووجوب الحج عندنا يعني عند الشافعية على التراخي، لأنه فرض في العام السادس والنبي حج في العام العاشر، دل على أنه على التراخي. لو كان على الفور لحج النبي حتى بعد صلح الحديبية مباشرة، لأنه أمن على نفسه، لكن النبي أخر الحج إلى العام العاشر، فدل على أنه فرض على التراخي. يعني لو بلغت الاستطاعة لا يجب عليك أن تحج على الفور حتى ولو عندك الاستطاعة، عند الشافعي. وإن كان عند المالكية هو فرض على الفور، وتراخي النبي في الحج كان لعلة متعلقة بوجود أصنام، فانتظر حتى فتح مكة وتكسير الأصنام، فكانت أمور طارئة جعلت النبي تراخى فيه. أما الأصل عند المالكية أن الحج للمستطيع على الفور، فيأثم إن تأخر. وعند أبي حنيفة لا يوجد عنده
قول منقول عن الإمام نفسه متعلق هل هو على الفور أم على التراخي، ولكن نقل عن الصاحبان محمد بن الحسن وأبي يوسف أن محمد بن الحسن قال كالشافعية هو على التراخي، وأبي يوسف قال كالمالكية هو على الفور. الحج هو لغة القصد، يبقى كلمة الحج دي كلمة لغوية لها معنى لغوي غير المعنى الشرعي اللي هو النسك، فهو لغة القصد. هل هو القصد مطلقا ولا هو قصد معظم؟ الراجح في اللغة ان هو القصد مطلقا، وان كان بعض علماء اللغة قالوا لا يطلق الحج على الا على قصد معظم، يعني ما ينفعش تقول حججته الى مطعم الفول والطعمية، لا مش معظم كل الناس بتروح تشتري فول وطعمية، او حججت مثلا الى ميدان العتبة عشان انت ايه قاصد تروح ميدان العتبة وتقول حججته، لكن اما تبقى ايه يكون حاجة معظمة كده ممكن تقول حججته الى القدس بيت المقدس، ان حاجة معظمة. فده في اللغة، يبقى اللغة الحج يطلق على القصد مطلقا او على قصد معظم، وشرعا قصد البيت الحرام للنسك، يبقى ده الحج قصد البيت الحرام للنسك. طبعا ان كان الحج يبقى للنسك في اشهر الحج، وان كان للعمرة يبقى في طول العام. العمرة معناها الزيارة لغة، معناها الزيارة اللغة. وشرائط وجوب الحج سبعة أشياء. خد بالك إن الشرط خارج عن الماهية، الشرط خارج عن ماهية العبادة، يعني ليس جزءا من العبادة، الركن هو اللي داخل في العبادة، لكن الشرط ده شيء خارج عن الماهية، عن ماهية العبادة نفسها. وشرائط وجوب الحج سبعة أشياء، وهي نفس شرائط وجوب العمرة. يعني لما يقول لك ايه شرائط وجوب العمرة، الشيخ ما قالهاش، تقول هي شرائط وجوب الحج نفسها، يبقى شرائط وجوب الحج اي وكذلك شرائط وجوب العمرة سبعة اشياء، هو في الحقيقة خمسة، في الحقيقة خمسة، اللي هو الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة، خمسة، لكن هو خلاها سبعة ليه؟ عشان فك الاستطاعة، فك الاستطاعة وجاب شروط الاستطاعة بها اي اركان، جعلها شروط زي الزاد والراحلة وامن الطريق، الحاجات دي كلها دي من شروط الاستطاعة وليست هي يعني شرط الشرط، فالشرط والاستطاعة، وشرط الاستطاعة هي الزاد والراحلة وامن الطريق وامكان المسير، يعني يكون عنده مهلة زمنية يستطيع ان هو يصل قبل دخول يوم عرفة عشان يعرف، لكن هناك منه فك الاستطاعة إلى شروطها فعدوا أكثر، فلا سبعة، واضح؟ يبقى وشرائط وجوب الحج سبعة أشياء، وفي بعض النسخ سبع خصال: الإسلام، الإسلام ده شرط وجوب وشرط صحة، لأن ممكن يبقى مسلم مش واجب عليه الحج كالصبي يحج ويصح منه الحج لكن يكون نافلة وليس واجبا، واضح؟ يبقى الإسلام ده شرط وجوب وشرط صحة. فلا يطلب من الكافر مثلا، لا يطلب من الكافر طلب أداء، وإن كان يطلب منه طلب حساب في الآخرة، واضح؟ لكن احنا الكافر ما نقولوش روح حج، نقول له ادخل في الاسلام الاول. لكن المرتد يطلب منه طلب اداء، نقول له ارجع للاسلام وحج. ده المرتد، يبقى المرتد يطالب به، ويطالب به على ان يعود للاسلام مره اخرى. وعلشان كده المرتد لو بلغ الاستطاعه في حال اسلامه ثم ارتد ثم عاد للإسلام وفقد الاستطاعة، يبقى وجب عليه تعلق بذمته، الحج بقى متعلق بذمته، فعليه بمجرد أنه يستطيع مرة أخرى يحج،
واضح؟ بخلاف الكافر، الكافر لو كان بلغ الاستطاعة في وقت كفره ثم أسلم وفقد الاستطاعة بعد إسلامه لا يطالب به. عشان كده المرتد لو لم يبلغ الاستطاعة بعد عودته للإسلام وكان مستطيعا قبل ردته ومات ولم يحج، وجب الحج عنه من ماله. واضح؟ يبقى الإسلام والبلوغ، البلوغ ده شرط للوجوب عشان يبقى حج الفريضة، ولكن مش شرط ايه؟ صحة، لأنه قد يصح من الصبي المميز وغير المميز. غير المميز انك انت تشيله وانت بتعمل العبادة، فقط تشيله وتعمل العبادة، يعني هو مش هيعمل عبادة، يبقى طفل عيل في اللفة، وتنوي انت الإحرام عنه وتطوف وانت شايله، ولما تيجي تصلي ركعتين الإحرام تحطه جنبك وتصلي ركعتين الإحرام ويتحسب له حجة تطوع. لكن لو كان طفل مميز يمارس العبادة، يطوف جنبك ويمسي ويسعى جنبك ويصلي جنبك ويلبس الإحرام جنبك، يعني يباشر العبادة، المميز يباشر العبادة بنفسه. الصبي غير المميز تطوف بيه ولو ما كانش متوضئ، لأنه هو أصلا مش غير مميز ويصح له. وعشان كده كان الدكتور علي جمعة كان ليه مبحث بيقول إن أحكام الفقه تتوقف من أجل الطفولة، يعني الطفل يخلي أحكام الشريعة تتوقف من أجل الطفولة، لأن ما ينفعش طواف لغير متوضئ. لا، الصبي غير المميز يصح طوافه وهو لابس البامبرز وعامل فيه كمان. شوف قد إيه، ما ينفعش تطوف وأنت مدي ظهرك للمطاف وتمشي زي مارش دير كده، ما ينفعش، لا يصح. الصبي بتبقى أنت شايله ومدي ظهره للمطاف وماشي بيه ويصح طوافه. يبقى كأن الأحكام الشرع تتوقف مع الطفولة رحمة بالطفل، ولكن إذا صح منه هذا فهي حجة نافلة بالنسبة له، فإذا بلغ عليه حجة الإسلام. واضح؟ تعرف حد التمييز مش بالسنين، حد التمييز إنه يعرف إنه يستنجي بنفسه ويعرف يمينه من شماله ويعرف الليل من النهار، يعرف الحاجة اللي تضره. تقول له حط ايدك في النار يا ولد، يقول لك لا تحرق يا بابا. الله، ده مميز اهو، واخد بالك؟ فين ايدك اليمين يا ولد؟ يقول لك اهي. اما تيجي تاكل تقول ايه؟ يقول لك قول بسم الله. اما تخلص اكل تقول الحمد لله. يبقى ده طفل مميز خلاص. النهارده ايه؟ يقول لك النهارده الثلاث. صلينا ايه دلوقتي؟ صلينا العشاء. يبقى ده طفل مميز. خدت بالك؟ يبقى لها السن، يبقى الحد التمييز انه يعرف الحاجات دي. يبقى الاسلام والبلوغ والعقل، والعقل برضو شرط صحه وشرط وجوب، فما ينفعش من مجنون. كويس؟ يعني غير واجب على المجنون. والحريه، الحريه شرط للوقوع عن حجة الإسلام، يعني العبد لو حج يصح حجه، واضح؟ لكن ما يقعش منه حجة الإسلام، تصح منه الحجة وياخد ثوابها وكل حاجة، لكن لما يتحرر عليه حجة الإسلام. ده بالنسبة. والحرية لابد أن تكون خالصة، يعني العبودية لو كان في أي شميمة عبودية ولو مبعض ولو مدبر ما تصحش عنه حجة الإسلام، فلازم يبقى إيه؟ حر، حرية كاملة. فلا يجب الحج على المتصف بضد ذلك، ضد الإسلام الكفر، وضد البلوغ إيه؟ ضد البلوغ الصغر، صغر السن، الصبا يعني، وضد العقل المغمى عليه والمجنون، والحرية ضدها العبودية أو الرق. فلا يجب الحج على المتصف بضد ذلك. بعد كده دخل على وجود الزاد والراحلة، اللي هي بقى شروط الاستطاعة، شرط الشرط جعله شرط. كويس؟ فقال ووجود الزاد وأوعيته إن احتاج إليها.
وقد لا يحتاج إليها كشخص قريب من مكة. يعني وجود الزاد اللي هو إيه؟ الطعام اللي يكفيه في الطريق ليصل. طب افرض هو معهوش زاد لكن معاه مال، وفي الطريق في نقط كافيتريات كده يقدر كل ما ينزل استراحية خلاص، يبقى طالما معاه مال يبقى ده يعتبر زاد. لكن لو ما كانش في الطريق زي زمان استراحات فيها أكل، يبقى لابد أن يحمل زاده معاه. زاده ده يشمل الطعام ويشمل الشراب، والزاد ده محتاج يشيله في أوعية، يعني يشيله في كيس، يشيله في شنطة، يبقى لابد يبقى معاه الوعاء اللي هيحط فيه الزاد كمان. يعني افرض معاه الزاد لكن معهوش الوعاء اللي يحطه فيه، يبقى لسه ما بلغش حد الاستطاعة. يبقى علشان كده يقول لك إيه؟ وأوعيته إن احتاج إليها، وقد لا يحتاج إليها كشخص قريب من مكة. افرض واحد قريب من مكة يوصل مكة في خلال يوم واحد، مش محتاج يعني أوعية، ده هيحط السندوتشين في جيبه وخلاص، مش محتاج أوعية، ما يجراش حاجة، مش محتاج الأوعية. ويشترط أيضا وجود الماء في المواضع المعتاد حمل الماء منها بثمن المثل. فلو حج معولا على السؤال انه يشحت، يعني زي في ناس بيعملوا كده زماننا ده، مصريين يروح في رمضان ويهرب من المسؤولين ويقعد هناك ويبتدي يشحت على الحرم لحد ما يجي الحج ويحج وتنه راجع، كتير جدا بيعملوا كده. او ده مكروه، حجه مكروه ويقع عن حج الاسلام، ولكن مكروه السؤال، واضح؟ يبقى هذا الحج مكروه، وقد يشتد الى درجة ان يكون حرام حرمة شديدة. ليه؟ لأنه بيعرض نفسه، لأنه يضر، ممكن يتقبض عليه، ممكن يهان، ممكن يتضرب، يعد لنفسه المهانة. وده الإسلام ما يحبش أنك أنت تعمل عبادة تتهان من أجله. أنت كده ليه بتكلف نفسك ما لا تطيق؟ ربك ما كلفكش كده، قالك لما تجيلك الحج باستطاعة فيها كرامة ليك روح حج، ما فيش استطاعة فيها كرامة ليك وحتهين نفسك خليك قاعد في بيتك وأنا لا أفرض عليك الحج. لكن أحيانا الناس تتصرف بالعاطفة أكثر منها بالفقه، فما ينفعش برضو مثلا أنه يعمل جمعية ويستدين عشان يروح يحج زي ما بيعمل بعض الناس، ما ينفعش، مش من الفقه. طب لو عمل كده وقع عن حج الفريضة، يعني افرض واحد فقير عمل كده وراح حج، يبقى حج الفريضة خلاص، واضح؟ لكنه مش مطلوب، كلف نفسه ما لم يكلفه الشرع ويبقى مدين. عشان كده كان أهل اليمن زمان كانوا يروحوا يحجوا ويمشوا مع القوافل ما يشيلوش الزاد معاه ويشحتوا من القوافل، كانت مشهورة الحكاية دي من أهل اليمن بالذات أيام بعثة النبي. فنزلت الآية وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يعني تزودوا يا من تحجوا بسؤال الناس فإن خير الزاد التقوى، أي ما يقيك سؤال الناس. التقوى هنا بمعنى ما يقيك سؤال الناس، لأن جاء في آية الحج، واخد بالك؟ وتزودوا يعني خد معك الزاد الذي يقيك سؤال الناس، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وإن كان لها معنى عام آخر لطيف، يعني تزود أيضا في حياتك من الطاعة، في مسيرة حياتك إلى الله، فإن خير الزاد تقوى الله، له معنى حلو. لكن لما تخرجوا برا السياق، دي معنى صحيح أيضا، لكن لما تحطه وسط السياق تجد إن هو متعلق بإنك أنت تأخذ الزاد الذي يقيك سؤال الناس. ووجود الراحلة كمان، لازم كمان وجود الزاد ووجود الراحلة، يعني وسيلة المواصلات. كان زمان وسيلة المواصلات هي الراحلة، كويس، اللي هي الجمل اللي بيركبه عشان يروح. لازم وجود الراحلة التي تصلح له بشراء أو استئجار. احنا دلوقتي بنقطع التذكرة، هو ده الإيجار، تقطع تذكرة الطيارة يبقى أجرت الطيارة عشان توصلك، تدفع تذكرة الأتوبيس يبقى بالبر، تذكرة الباخرة يبقى بالبحر. يبقى يا إما تشتري سيارة، وكان زمان الناس تسافر تحج في البر كده من 20 سنة مثلا، كان يطلع بسيارته ويخلص الإجراءات ويروح يحج، يبقى عنده الراحلة خاصة بيه. المهم يبقى عنده الراحلة المناسبة ليه التي تصلح له
بشراء أو استئجار. هذا إذا كان الشخص بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر، يعني بينه وبين مكة مسافة القصر، كويس، مسافة القصر حوالي 82-84 كيلو، يعني لو بينه وبين مكة أقل من مسافة القصر ويقدر يمشيها وصحته كويسة مش محتاج رحيل، يتمشى كل يوم شوية يومين يوصل. يبقى هذا إذا كان الشخص بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر، سواء قدر على المشي أم لا. فإن كان بينه وبين مكة دون مرحلتين وهو قوي على المشي لازمه الحج بلا راحلة. يشترط بقى الزاد والراحلة والحاجات والنفقة دي كلها تبقى زايدة عن عنده، يزيد عن نفقة ما يجب عليه أن ينفق عليهم وقت سفره، يبقى سايب لأولاده كمان ما ينفقوا عليه، واخد بالك. ويشترط كون ما ذكر فاضلا عن دينه ولو الدين مؤجل. يعني لو مدين دين مؤجل لازم كمان يبقى عنده، يبقى نفقة الحج دي فاضلة عن دينه المؤجل مش المعجل، واضح. وعن مؤنة من عليه مؤنتهم مدة ذهابه وإيابه، وفاضلا أيضا عن مسكنه اللائق به، يعني يكون كل الحاجات دي فاضلة عن مسكنه. لكن لو عنده تجارة ممكن ياخد من تجارته يروح يحج، لكن ما يبيعش مسكنه عشان يحج، واضح. عنده عربية بيستعملها وعنده عربية تانية مشغلة، هو عنده عربيات كتيرة مشغلة، ليه يبيع عربية من العربيات اللي مشغلة ويروح يحج؟ لكن ملوش يبيع العربية اللي هو بيستعملها في نقل الخاص بتاعه، فهمتني بقى ازاي؟ يبقى وفاضلا ايضا عن مسكنه اللائق به وعن عبد يليق به. يبقى وجود الزاد والراحلة الاتنين دول نعدهم واحد علشان يبقوا سبعة ما يبقوش تمانية. وتخلية الطريق، المراد بتخلية الطريق انه يبقى ايه، امن الطريق، يعني ما يبقاش في حرب، ما فيش اعداء يقابلوك، ما فيش وحوش، ما فيش الغام تنفجر في الواحد، ما يكونش السفر بطريق البحر فقط ويبقى البحر يغلب فيه الهلاك، ما فيش داعي. يبقى لازم يكون في امن في الطريق علشان نقول انك انت مستطيع الحج، ظنا بحسب ما يليق بكل مكان، يعني ظن أمن الطريق يعني. فلو لم يأمن الشخص على نفسه أو ماله أو بضعه لم يجب عليه الحج. وقول وإمكان المسير ثابت في بعض النسخ، والمراد بهذا الإمكان أن يبقى من الزمان بعد وجود الزاد والرحيم ما يمكن فيه السير المعهود إلى الحج. يعني أنا ما كنتش مستطيع، جيت ورست ولا كسبت مال قبل الحج بثلاث ايام، فبقيت مستطيع، بقى عندي المال وانا مستطيع الوقت جسمانيا. لكن انا الوقت علشان اروح اقطع تذكره يقول لك ده كل الطيران قفل، وقبل عرفات بثلاث ايام بيقفل الطيران، تقفل المواصلات، مفيش حد خلاص يخش، يبقى ده لا يمكن المسير. لازم يكون وصلت الاستطاعه مع امكان المسير، يبقى عندي وقت كافي إن أنا أقطع التذكرة وأنضم الفوج من الأفواج وأسافر مع الناس. كان زمان مثلا أيام ما كانت قوافل الحج بالحج وبالجمال كانوا يطلعوا من مصر يوم 27 شوال، كل قوافل الحج اللي طالعة من مصر كلها تجتمع ويطلعوا 27 شوال. فأنا بقيت مستطيع الزمن ده مثلا في 15 ذو القعدة. طب وانا هسافر لوحدي والطريق موحش، يبقى مفيش امكان مسير، واضح. كانوا يطلعوا 27 شوال يوصلوا في 40 يوم ويبتدوا بالمدينه لانه جايين يعدوا على المدينه الاول ويزوروا النبي ويقعدوا في المدينه شويه في 40 يوم، وبعدين يطلعوا على مكه في اسبوع، من المدينه لمكه اسبوع، يحجوا ويرجعوا تاني على المدينه عشان نفس الطريق المسار يمروا على المدينه كمان، يرجعوا مصر هنا آخر سفر. فكان الحجاج زمان أيام أجدادنا بقى كانوا يطلعوا 27 شوال يرجعوا آخر سفر مع أول ربيع كده، ده المشوار بتاع الحج. يبقى ده المسير المعتاد في زمانهم. إحنا المسير المعتاد بتاعنا إنك أنت حسب
قطع تذاكر الطيران وفتح المعابر والحاجات دي كلها، اغلقوا المطار واغلقوا المعابر وما فيش خلاص طيران، وبكرة يوم التروية وبعده عرفات وانا بلغت الاستطاعة، يبقى لا يمكن المسير، يبقى مش واجب علي السنة دي. واضح؟ ولو كنت من اهل الخطوة، انا والي بقى بخرج من بيتي من مقطم خطوة بس ابقى في الكعبة، بيقول لك لا يجب عليه ولو كان من اهل الخطوة، لان احنا عايزين المسير المعتاد، مش ايه، مش الكرامة. فالكرامة لا ينبني عليها تكاليف، فاهم؟ مع انه لو عمل كده هيصح منه الحج، لكن ما اقولوش واجب عليك. واضح؟ عشان كده قال كلمة المعهود ما يمكن فيه السير المعهود ليخرج الولي اللي هو بتوع اهل الكرامة، فان امكن الا ان يحتاج لقطع مرحلتين في بعض الايام لم يلزمه الحج للدرر. افرض بقى انه امكن ان انا ممكن اسافر، صحيح، بس قالوا لي خد طيارة للرياض وتركب من الرياض اتوبيس تفضل تقطع بيه مسافة، المسافة من الرياض لحد مكة أطول من المسافة من مصر لحد مكة، بس هو هيجيبها بالبر بقى، بس أنت هتوصل بالطيارة، تنزل تاخد الأتوبيس، تركب في الأتوبيس بحيث ما تنامش يومين عشان تلحق توصل على عرفة، هذا إرهاق زائد، يبقى مش واجب كده، هتضطر تقطع بقى المرحلتين فوق، يبقى ده إرهاق زائد مش واجب عليك. قول له على السنة دي وروح السنة الجاية كده حج مستريح، بدل ما ايه تتعطل ولا حاجة في الطريق والأتوبيس يتعطل يصلحوه تلاقي يوم عرفات فات منك، ما تبقاش على آخر لحظة، لأن في ناس كتير لعلمك بتغلط وبتعمل حاجات زي دي الطريقة دي بسبب غلبة العاطفة يعني. يبقى احنا كده تقريبا خلصنا موضوع شروط الحج. ناخد أركان الحج. قبل ما كنا نتكلم في المقدمة كنا نقول مثلا إن الكعبة البيت الحرام أول من بناه الملائكة قبل خلق آدم، قيل بآلاف السنين كان موجودا في الأرض وكانت تحجه الملائكة، ثم حجه سيدنا آدم لما خلقه الله وأسكنه الأرض حوالي 40 مرة. سيدنا آدم عاش 1000 سنة، حج 40 مرة، جاء ماشيا من الهند، كويس، حج 40 مرة ماشيا من الهند، ده سيدنا آدم أبونا، كان ضخم كده، حاجة كده زي الديناصورات، كان 60 ذراعا في السماء وعرضه 7 أذرع، يعني كأن عمارة ماشية، علشان يعرف يواجه الوحوش اللي يبقى الديناصور جنبه كأنه مثلا ايه قطة، واخد بالك يعني، يقول له هش كده يجري عشان يعرف يعيش في وسط الغابات دي، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وجميع الأنبياء حجت، جميع الأنبياء حجوا الراجح، حتى سيدنا عيسى بن مريم في آخر الزمان لما ينزل هيحج برضه، وهيروح يسلم على النبي والنبي يرد عليه السلام بصوت يسمعه الناس، يعني مش حدش هيسمع إجابة النبي بالسلام كده وإحنا في عالم الدنيا والنبي في عالم البرزخ إلا لما يرد على سيدنا عيسى، هيرد عليه رد واضح يسمعه كل اللي موجودين في المسجد، فيبقى جميع الأنبياء حجوا. أركان الحج، الأركان زي ما قلنا غير الشروط، الشروط خارجة وإن كانت ضرورية، والأركان داخلة في الماهية، جزء من الشيء. أركان الحج وهي لا دخل للجبر بالدم في الأركان، يعني إيه؟ يعني لو فسد ركن فسد الحج كله، ما يجبرش بالدم، بخلاف الواجبات، هنيجي ناخد واجبات الحج، لو فاتك واجب من واجبات الحج حجك صحيح بس تذبح دم يسموه دم جبران، واضح؟ يبقى الأركان لا تجبر بدم، إنما الواجبات تجبر بالدم. أركان الحج 4، بناء على إن هو عدهم 4 هنا إيه؟ بناء على إن الحلق والتقصير جعله واجبا على غير المعتمد في المذهب، المعتمد في المذهب إن الحلق والتقصير
الحلق أو التقصير واجب؟ إن اعتمد على أن الحلق والتقصير واجب ليس ركنا، وهذا مرجوح، الراجح أن الحلق أو التقصير من ضمن أركان الحج، يبقى كده لما نحط أركان الحج ونحط معهم الحلق والتقصير يبقوا 5 كويس مع الأربعة اللي قايلهم، ونحط كمان الترتيب يبقى 6. الترتيب في المعظم، لأن في المجموع خلى الترتيب شرط، في المجموع الإمام النووي خلى الترتيب شرط من شروط الحج ولم يجعله ركنا، والمعتمد جعله ركنا كما في الروضة وزيادات الروضة. بعد كده جاء في الروضة، روضة الطالبين، الإمام النووي جعل الترتيب في المعظم ركن كمان. يبقى عند وليه نقول الترتيب في المعظم؟ لأن في حاجات مش مهم فيها الترتيب وفي حاجات مهم فيها الترتيب. طواف الإفاضة لابد يبقى يسبقه وقوف بعرفة مثلا، فلو طاف قبل العرفة ده اسمه طواف قدوم، فلازم يبقى فيه ترتيب، ولابد ان السعي يسبقه طواف، فما ينفعش يسعى من غير طواف قبله، يبقى في نوع من الترتيب بس في المعظم. دليل ان في غير المعظم في احوال تانية يقول الرسول صلى الله عليه وسلم رميت قبل ان احلق، ذبحت قبل ان ارمي، يقول له افعل ولا حرج وافعل ولا حرج. يبقى ايه يعني؟ في حتت الترتيب فيها مش مهم، في حاجات معينة الترتيب فيها مهم، بناء على ان ايضا الترتيب ركن في الصلاة، فخلوا الترتيب ركن في الحج قياسا على الصلاة. واضح؟ يبقى احنا عندنا الحج اركانه 6 في مذهب الشافعية على المعتمد، وعلى غير المعتمد 4 زي هنا. اركان الحج 4، احدها الاحرام مع النية، هو طبعا في قلبه هي النية مع الاحرام، النية مع الاحرام يبقى في قلب، او كانه بيقول ايه الاحرام مع النية يعني والنية، وكانه ايه الواو دي واو تفسيرية. ليه بقى؟ لان ممكن الانسان يحج وينوي ويلبي بهدومه ويصح حجه ويبقى متلبس بمحظور من محظورات الاحرام، ويبقى عليه بقى يذبح دم، مش كده برضه؟ يعني مش شرط يبقى لافت نفسه بالاحرام، لكن المهم النية. واضح؟ عشان كده النية هي الركن، تكون مصحوبة بالإحرام. يبقى الإحرام مع النية، والوقوف بعرفة تاني حاجة، والطواف لو طواف الإفاضة، والسعي ادي الأربعة، نحط معاهم الخمسة الحلقة أو التقصير، ونحط الترتيب في المعظم ادي 6. يبقى دي 6 أركان. واضح؟ أحدها الإحرام مع النية، أي نية الدخول في الحج. طبعا يسن في نية الحج أن تكون بالتلفظ جهرا، يقول نويت الإحرام للحج جهرا كده بالتلفظ، وأن يلبي بعدها، ويسن قبل الإحرام إنه يغتسل للإحرام، وإنه يتطيب، وإنه يقص شعره ويقص أظفاره، كل ده قبل الإحرام استعدادا للإحرام، وإنه يصلي ركعتين سنة إحرام، وإنه يخلع كل المخيط والمحيط، ويلبس الثياب غير المخيطة وغير المحيطة، هذا للرجل، أما المرأة فإحرمها في وجهها وكفيها. وبعدين ينوي من الميقات، الميقات الزماني والميقات المكاني. الزماني بالنسبة للحج يبقى في أشهر الحج اللي هو شوال وذو القعدة وإيه وذو الحج، أوائل ذو الحج لحد يوم 13 أو العشر الأول من ذو الحج، على خلاف في المذهب. وإنه يكثر من التلبية، وإنه يرفع صوته بالتلبية دون أن يؤذي غيره، والمرأة تكثر من التلبية دون رفع الصوت، ويستمر في التلبية من أول ما يحرم لغاية ما يرمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر صباحا، فيحل محل التربية تكبيرات العيد. تاني حاجة بعد الإحرام مع النية، وهنخش بعد كده نجيب الإحرام بقى ونتكلم على محظورات الإحرام بالتفصيل بعدين، لكن احنا بس دلوقتي بنمر بسرعة كده. الثاني
الوقوف بعرفة، المراد حضور المحرم بالحج لحظة بعد الزوال الشمس يوم عرفة. الوقوف بعرفة يتحقق بإيه؟ إنك أنت تبقى ناوي الحج، ناوي الحج، وكنت في عرفة بعد الزوال، زوال الشمس يعني عند وقت الظهر، ولو لحظة وقفت كده وتنك راجع بقيت حجيت. لا يشترط اجتماع الليل والنهار، واضح؟ لا يشترط، لكن يستحب، بل أوجبه بعض المذاهب وهو وجه عندنا. فإن فاتك الجمع بين الليل والنهار يستحب جبر ذلك بدم، ولكن الحج صحيح والوقوف صحيح. يبقى الوقوف بعرفة والمراد حضور المحرم بالحج لحظة بعد زوال الشمس يوم عرفة، ويستمر وقت الوقوف من الزوال لفجر يوم النحر. يبقى لو جاب الليل قبل الفجر بنص ساعة بربع ساعة عرفات وهو محرم وناوي الحج انعقد وقوفه وصح حج، ويبقى يستحب انه يذبح دم عشان ما جاش من النهار، واضح؟ يشترط انه يبقى في فراغ عرفة، ويبقى واقف على عرفة، يعني اما واقف على شيء متصل بعرفة، يعني واقف على شجرة غصنها في عرفة، يعني اصلها في عرفة، ويكون الغصن بتاعها في هواء عرفة، ما يكونش الغصن بتاعها خارج عرفة، فهمت؟ وبالتالي لو كان راكب طيارة وعدى على هواء عرفة لا يصح وقوفه، يبقى هواء عرفة ليس موقف. لكن امتى يبقى موقف؟ لو نزل من الطيارة ساري راجع بالأرض، يبقى ساعتها يصح وقوفه لهذه الصورة، واضح؟ أو نط بالباراشوت وراح نزل على عرفة، يبقى إيه؟ ولمس أرض عرفة، خلاص تمت. لكن هواء عرفة ليس موقف، دي نقطة مهمة. بخلاف بقى لما نيجي نتكلم في الطواف، إن الهواء حول البيت لو طاف فيه يصح طواف، فهمت بقى؟ يبقى في الطواف حوالين الكعبة هواء، الهواء له حكم المطاف. لو طيارة وطاف حواليه كده، أو يعملوا مثلا تلفريك، واخد بالك، وسلك بيجري دائري كده، وتركب وتقطع تذكرة وتقطع وانت محرم وتطوف عشان تبعد عن الزحمة تحت، يصح من كذا. يمكن يعملوها في يوم من الأيام، يصح، بس هتبقى التذكرة غالية عشان يجيبوا ثمن التلفريك. عرفة يوم اليوم التاسع من ذي الحجة، يوم عرفة يوم التاسع من ذي الحجة. افرض حصل غيم في آخر ذو القعدة وما شفناش هلال ذو الحجة، فطلع عرفة يوم 10 عشان احنا ايه؟ غم علينا، صح عن الناس الحج، واضح؟ ومتى لا يصح؟ لو كان بحساب لا بغيم، فأخطأ في الحساب فطلع عرفة 9 هي طلعت 10، واضح؟ يبقى لو كان بسبب غيم وأخطأوا في الرؤية بسبب الغيم ووقفوا وكان في الواقع ده يوم 10، لكن عشان الغيم بقى يوم 9 صح الحج. لكن لو حسبوها بالفلك واتضح ان الحساب خطأ وقفوا يوم عرفة وطلع عرفة يوم 10 بطل الحج، فهمت بقى المسألة؟ يبقى الوقوف بعرفة اللي هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وهو يوم عرفة الوحيد اللي ليله لا يأخذ حكم يومه، بل ليل اللي بعدها تأخذ حكم عرفة، يعني ليلة النحر من عرفة، لكن ليلة التروية الليلة عرفة نفسها اللي هي بتيجي بعد يوم التروية مش من عرفة، لأن لسه ما جاش الزوال، فهمت بقى؟ وعلشان كده عرفة تلاقي يومه يسبق إيه؟ ليله. اليوم الوحيد اللي في السنة اللي يومه نهاره يسبق ليله هو عرفة، ودي ينفع فزورة، يبقى حلو من حيث الحكم، لا من حيث الزمن، من حيث الحكم. فينسحب ليل يوم النحر إلى حكم يوم عرفة، فاللي يجي في ليلة النحر قبل الفجر كأنه واقف يوم عرفة، واضح؟
دي خصوصية يعني لهذا اليوم، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، بشرط كون الواقف أهلا للعبادة. لازم يكون الواقف كمان أهلا للعبادة، ما يبقاش مغمى عليه، يعني جابوه في الأتوبيس مغمى عليه، دخل في غيبوبة سكر ودخلوه على عرفة في الخيمة قاعدين يفوقوا فيه لحد ما طلع الفجر تاني يوم ولسه في غيبوبة، يبقى بطل حجه، فات الوقوف. لكن فاق لحظة صح حجه، واخد بالك؟ لكن لو نائم يصح، لأن النائم غير المغمى عليه، النائم إذا نبه ينتبه. واضح؟ والعقل شرط علشان يصح منه حجة الإسلام. لكن لو مجنون بقت له نافلة زي الصبي غير المميز. زوال العقل. بشرط كون الواقف أهلا للعبادة لا مغمى عليه، ويستمر وقت الوقوف إلى فجر إيه؟ يوم النحر. خد بالك من الحتة دي، وهو العاشر من ذي الحج. الثالث الطواف بالبيت، يسموه طواف الإفاضة أو طواف الركن. يسموه إيه؟ طواف الإفاضة أو طواف الركن، اللي هو إيه؟ اللي هو الطواف بالكعبة. لازم يبقى سبع طوافات، لازم الطواف. شروط بقى صحة الطواف كتيرة، منها إنه يبقى سبع مرات، تبدأ من الحجر، من ركن الحجر الأسود، وبعدين تجعل البيت على يسارك وتمشي لحد ما توصل لركن الحجر، دي نمرة واحد، وتبدأ تاني توصل لركن الحجر نمرة اتنين، هكذا سبع مرات، يبقى دي وتكون حول البيت لا بداخل البيت، فلا يجوز ان هو يمر في حجر اسماعيل ويلاقيها فاضي ولا فرصة حتى دي فاضي، ما ينفعش، لأن كده طاف داخل البيت، لازم خارج البيت. ولازم يراعي كمان ان في الشزروان اللي هو القاعدة الرخام بتاع البيت، تلاقيها بارزة كده ونازلة على الأرض، والكعبة مبنية في داخلها، في بروز كده حوالي 30 سنتي بره إلى 45 سنتي، فلو حط إيده على الكعبة الجدار ومشي يبقى جزء من جسمه داخل البيت، فبطلت هذه الخطوات، فعليه إنه يضم إيده ويرجع يمشي تاني الخطوات دي عشان يبقى بيطوف حول الكعبة لا داخل الكعبة، ودي أخطاء لازم الواحد ياخد باله منها. وبالتالي عند لحظة استلامك للحجر أو للركن اليماني يجب أن تستلمه من سكون حتى لا تتحرك خطوة وجزء من جسمك داخل الكعبة. واضح؟ فدي نقط مهمة ناخد بالها منها. من سكون يعني يبقى واقف، يستلم وهو واقف ويضم إيده وبعدين يكمل المشي. إنما يستلم وهو ماشي يبقى حصلت خطوة وجزء من جسمه داخل الكعبة. فهمت؟ كذلك لما يجي يستلم الحجر ما يستلموش كده وهو ماشي، بل ايه، يستلمه وهو ساكن وبعدين بعد كده يضم جسمه وبعدين يتحرك. كل دي نقط مهمة ناخد بالها. يبقى لازم يكون الطواف ايه، حول الكعبة لا داخل الكعبة، وان يكون سبع مرات، وان يبدأ بالحجر، وانه يبقى متوضئ، وضوءه للصلاة، ساتر لعورته. مهم حكاية ستر العورة دي علشان الناس اللي بيلبسوا البشاكير ما يبقاش نازل تحت السرة، بالذات الناس اللي ليهم كرش، بص تلاقي البشكير وقع منه وجاي له كده ايه تحت هنا في سويته، ويجي شبر من سرته، من تحت سرته باين كده، غلط. لازم يطمئن ان هو ساتر نفسه كويس، بالذات الرجالة تاخد بالها من الحتة دي، لأن لازم فيها من شروط صحة الطواف ستر العورة والطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. السرة ليست عورة، حد لا، حد لا وليست عورة، والركبة كذلك حد وليست من العورة. أيوة، لو بان جزء من عورته صح حجه على بعض المذاهب مع الإثم، على بعض المذاهب، لكن على مذهب الشافعية كده يبطل منه الطواف. بعد الوقوف بعرفة، أي طواف يعمله بعد الوقوف بعرفة
يصح أن يكون طواف إفاضة، والسنة أن يكون صبيحة يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة الكبرى. واضح؟ يصح، لكن مخالف للسنة إلا أن يكون من أهل الأعذار. هنيجي في الحتة دي بعدين. يبقى طواف البيت سبع طوافات جاعلا في طواف البيت عن يساره مبتدئا بالحجر الأسود محاذيا له في مروره بجميع بدنه، فلو بدأ بغير الحجر لم يحسب له. ويصح ولو في هوائه أو على سطح البيت ولو كان مرتفعا على مستوى الكعبة. يصح طواف. في ناس بتطوف فوق السطوح وتلاقي الكعبة تحت شوية، مش كده؟ يصح هذا الطواف، يصح. هنيجي بعد كده في أثناء ما نتكلم على الطواف بتفصيل، هنتكلم على سنن الطواف بقى، إنه هو لازم يبقى إيه يستحسن فيها الموالاة، وإنه لا يتكلم في غير ذكر، وإن كان يجوز له التكلم في إيه الكلام العادي في أثناء الطواف. ومن ضمن شروط صحة الطواف ألا يصرفه لغيره. يعني إيه؟ يعني وانت بتطوف ما يتوهش منك حد، فتبقى وانت بتطوف بتدور عليه بالمرة، ما ينفعش، تبقى تصرفه لغيره، ما ينفعش. يشترط ليصح الطواف ألا تصرفه لغيره. واضح؟ مش تفضل عينيك بقى زايغة وقاعد بتدور على الفوق بتاعك وانت قاعد بتطوف وماشي. لا، انتوا تتفقوا مع بعض، هنبدأ الطواف لو تهنا يا جماعة من بعض، كل واحد يكمل، وبعد ما نخلص هنجتمع عند زمزم، هنجتمع عند الصفا. ليه؟ علشان لما يحصل ان حد تاه ما تقعدش تدور عليه وتشغل نفسك، استمر في طوافك عادي وانت عارف انهم هيستنوك. واضح؟ وقعت منه محفظته، يقول لك بالمره بقى وانا بطوف ادور على المحفظه، واخد ايه بقى صرفه لغيره. فهمت؟ فيشترط لانها عباده لازم لا يصرفها لغيره. دي كلها حاجات مهمه لانها بتحصل مع الناس. والا يزاحم الناس كمان، ما يتزاحمش مع الناس ولا يؤذي الناس. والنساء بالذات بتقع في هذه الأزمة، يخشوا يبقوا عايزين يطوفوا حوالين الكعبة قرب الكعبة، فيزحموا الناس ويزحموا الناس على الحجر. فحرام للرجل وأشد حرمة للمرأة المزاحمة على الحجر. يكفي استلام الحجر بالإشارة. عند الحجر الأسود يسن ثلاث حاجات: إنك أنت تستلمه بيدك وتقبله بشفتك وتسجد عليه بجبهتك. يبقى ثلاث حاجات تسن متعلقة بالحجر الأسود. وإذا قبلته بشفتك تقبله بصوت غير مسموع، واخد بالك؟ ده لكن على ألا تؤذي غيرك. لو في إذاء يبقى يكفي الإشارة وتقبل ما أشرت إليه، ولو بسواك ولو بإصبع ولو حتى بالسبحة بتاعتك ولو بالألم بتاعك أي حاجة، وتبقى بيدك اليمنى الإشارة. يسن إنك أنت أول ما تشوف الكعبة إنك أنت تدعو دعوة تكون مستجابة. الإنسان إذا رأى الكعبة له دعوة مستجابة، فعليه يحضر دعوة جامعة شاملة حلوة يقولها أول ما تقع عينه على الكعبة. ومعروف إن معظم الحجاج واخدين هذه الدعوة من النبي، أول ما تقع عينه على الكعبة يقول: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا، وزد من شرفه ممن حجه واعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما. ومفيش بقى ومهابة وبر، المهابة دي للبيت والتعظيم للإنسان. وده يدلك على إيه؟ إن أي إنسان زار الكعبة ولو مرة في عمره هيصيب هذه الدعوة من كل حاد ليوم القيامة وهو في قبره. فدي نعمة كبيرة إنك تزور حتى ولو مرة. هتدخل أنت في دعوة كل حاج يأتي من جميع أنحاء العالم طول عمر الزمان لحد ما تقوم القيامة، تدخل أنت في هذه الدعوة. ويستحسن طبعا الإنسان يكثر من الدعاء، لأنه الدعاء مستجاب، وأنه يستلم الركن اليماني فقط ولا يقبله ولا يسجد عليه، يستلمه باليد اليمنى بخلاف ركن الحجر، وأنه لا يستلم الركن العراقي ولا الركن الشامي، لكن يمر بس ويدعو. ده الطواف بالبيت. والرابع السعي بين الصفا والمروة سبع مرات. لو انتقد وضوءه أثناء الطواف عليه أنه يقطع طوافه ويروح يتوضأ ويرجع، ولو تأخر قليلا لا يضر، وإن كان الاستئناف أحسن لو تأخر كثيرا،
يعني راح يتوضى ورجع لقى نفسه جعان راح ياكل، وبعد شويه لما اروح الفندق اطمئن على الشير بتاعتي طول قوي. لو رجع له ان يبني على ما فات له، ولكن الافضل ان يستأنف طالما طال الفصل زياده عن اللزوم. واضح؟ فالاحسن ان الانسان لو انتقد وضوءه يروح يتوضى ويرجع له، ما يشغلش انه لحد ما يكمل ويبتدي من حيث انتقد وضوءه. يعني انتقد وضوءك في الحته الفلانيه تبقى انت حافظها وتبتدي تعد منها زي ما كنت انت بدأت. بالسعي لا يشترط الوضوء ولا حتى الطهارة من الحدث الأكبر. يعني المرأة لو طافت بالبيت ثم سعت وفي أثناء سعيها حاضت تكمل السعي، لكن لو هي حائض ما تنفعش تطوف. واضح؟ لأن السعي لا يشترط، ولا يشترط فيه حتى ستر العورة. يعني لو انكشفت عورته وهو بيسعى، سعيه صحيح بس مكروه كشف العورة، لكنه ايه يعني سعيه صحيح بخلاف الطواف، لان الطواف كالصلاة. والرابع السعي بين الصفا والمروة، ولا بد من السعي ان يسبقه طواف، ما ينفعش تروح تسعى من غير طواف. واضح؟ يعني اي سعي لابد ان يسبقه طواف. افرض ان انا علي سعي الحج نسيته، حجيت وما سعيتش، فجيت رحت سألت الشيخ قال لي لا عليك سعي الحج، روح اسعى، لازم اطوف الاول علشان ايه يصح السعي، ما ينفعش اروح على المروة على الصفا على طول. واضح؟ يبقى طوف الاول ليصح السعي، يبقى من شروط صحة السعي ان يسبقه طواف. واضح؟ يبقى ساعتها الطواف ده طواف تطوع لاجل ان يصح السعي، مقدمة للسعي. في السعي بين الصفا والمروة طبعا احنا في الطواف ليه في ركعتين سنه احرام، سنه الطواف بيصليهم عند الكعبه عند مقام سيدنا ابراهيم او عند المطاف او في اي مكان في البيت الحرام يعني. وان نسيهم لا يسقطوا، ولو تذكرهم في مصر يصليهم في مصر سنه الطواف، لو ما صلاهمش شوف يصليهم في اي حته لا يسقطوا بالتقادم، ويصليهم تطوع ممكن لو يصليهم لانهم تطوع. السعي بين الصفا والمروه شرطه ان يبدا في اول مره بالصفا ويختم بالمروه. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل قال نبدا بما بدا به الله، ان الصفا والمروه من شعائر ربنا، بدا بالصفا فبدا بالصفا. الصفا من جبل اسمه قبيس، جبل قبيس، قيل قبيس لأن سيدنا آدم اقتبس منه صخرة فإيه فأخرج منها نارا، اقتبس منها نارا فسمي قبيس. قيل هذا، الله أعلم صحة هذه الأسانيد، الله أعلم، دي قصص حكاوي منقولة كده زي الأساطير، قد تكون صح قد تكون خطأ، الله أعلم. يبدأ بالصفا، يبقى نمرة واحد الصفا، يروح المروة يبدأ من المروة نمرة اثنين، وبعدين يبدأ من الصفا نمرة ثلاثة، وبعدين يبدأ من المروة نمرة أربعة، ويبدأ من الصفا نمرة خمسة، ومن المروة نمرة ستة، ومن الصفا نمرة سبعة. يبقى الصفا كلها فردي والمروة كلها زوجي. يبقى الصفا فيها واحد وثلاثة وخمسة وسبعة، دي الصفا أربعة فرديات، والمروة ثلاثة زوجي. بس هذا الرأي طبعا مهجور وقال به الظاهرية. ولكن ده مهجور. واخد بانه يروح ويجي يبقى ده مرة، يعني كده هيطوف طواف كتير. رجله هتتسلخ إن شاء الله ويتعب وتبقى أزمة كبيرة. وعجلنا رجله ورمى قد جاي بالطواف يا عيني. أنا جوز خالتي الله يرحمه عمل كده، كان ضابط في الجيش رحمه الله، وراح حج برضه عنده سكر وعمل كده، عمل ساعة 14 رايح جاي مرة رايح، ما أعرفش مين غلط وقال له كده، رجع بقى رجله ورمى قد كده وشغلانة. فقلت له كنت خدني معاك، وأنا كنت
على حسابك حتى، صرف على رجله لما جاء اكتر من لو كان خدني معاه. الاسهل هو فعل النبي فيه يسر. المسافة حوالي كده من الصفا للمروة يعني حوالي 750 تقريبا ل 800 متر. حوالي 800 متر، خلينا 800 متر، حلوة جدا. يعني تبقى تضربها كده في 7 تطلع حوالي 5 كيلو. 5 كيلو ونص. وتحط عليهم الطواف كمان 7 أشواط. يعني تطلع العمرة معناها بتاع 7 كيلو. رياضة. عايزة رياضة حلوة. عايزة قوة برضه. يعني عشان تروح تعمل عمرة معناها هتمشي 7 كيلو إن شاء الله. يجوز الطواف راكبا، عشان كده بتشوف ناس شايلينهم، ده اسمه راكب، او على كرسي بعجل او محمول، اي حاجه، كل ده جائز. يعني واحد يشيل حد، كل ده جائز. والنبي طاف راكبا في حجه الوداع. يبقى السعي يبدا بالصفا ينتهي بالمروه، والصفا بالقصر طرف جبل أبي قبيس، والمروة بفتح الميم علم على الموضع المعروف بمكة. ينتهي عند المروة سعي، واضح؟ وبقي من أركان الحج طبعا معلوم أنه هو هيطبع، يسن للطباع لما يبقى محرم، يعني يكشف الكتف اليمين أثناء الطواف كله ويغطي كتفيه الاثنين وقت الصلوات، وأنه هو يرمل في الثلاث طوفات الأولى. والرمل دي سنة رجالي، سنة رجالي ما يخشش فيها الستات. وكذلك الهرولة بين الميلين الأخضرين في باطن المسعى، ده خاص بالرجال أيضا. يبقى سعيه كله مطبع وطوافه كله مطبع، واضح؟ إلا لو كان بيسعى سعي الحج بعد طواف الإفاضة، هيكون حلق وهيكون ذبح ولبس هدوم، يبقى مفيش انطباع بقى. عشان كده ممكن تسعى في الحج لو خليت السعي بتاعك بعد طواف الإفاضة وأخرته عن طواف القدوم، لأن يعني أنت ممكن تقدم سعي الحج بعد طواف القدوم في الأول خالص لو أنت كنت قارنا أو كنت مفردا، واضح؟ بيعمل بتوصل مكة تروح طايف طواف القدوم، ولك أن تقدم سعي الحج بعدها، فساعتها أنت هتسعى السعي ده وأنت لسه بمارس الإحرام، يبقى تطبع. وكذا سعي العمرة بتسعى وانت محرم فتطبع فيه. وبقي من أركان الحج الحلقة أو التقصير إن جعلنا كلا منهما نسكا وهو المشهور. وجعل الحلق والتقصير ركن يجعل ثواب الحج أعلى من جعله واجب، لأن الركن ثوابه أعلى من الواجب. فأنت لما تحج على مذهب الشافعية ثوابك أعلى من لو حجيت على مذهب غير الشافعية. ليه بقى؟ لان انت عندك الركن من ضمن الاركان الحلق والتقصير، فهتاخد ثواب الركن. ثواب الركن ده 70 ضعف ثواب الواجب، والواجب 70 ضعف ثواب السنة، واضح؟ طيب انت حج على مذهب الشافعية تاخد ثواب اعلى. وبقي من اركان الحج الحلقة او التقصير ان جعلنا كلا منهما نسكا وهو المشهور المعتمد. يعني فإن قلنا أن كل منهما استباحة محظور فليس من الأركان، ويجب تقديم الإحرام على كل الأركان السابقة. أركان العمرة هنقولها لأنها مش محتاجة شرح، لأن العمرة سهلة، هي نفس أركان الحج، هتشيل منها الوقوف بعرفة وهتشيل منها الترتيب بالمعظم، هتبقى هي النية مع الإحرام والطواف والسعي والحلق والتقصير بس. أدي أركان العمرة. وأركان العمرة ثلاثة كما في بعض النسخ، على اعتبار أنه هو برضو ماشي على أن الحلق والتقصير واجب وليس ركنا، لكن الراجح أنه ركن. وفي بعضها 4 أشياء، الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير في أحد القولين وهو الراجح كما سبق قريبا، وإلا فلا يكون من أركان العمرة. ونقف عند واجبات الحج إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم، وبعديه أجازة 30، عندنا عمرة هنسافر الثلاث القادم هنبقى موجودين فيه، بعدين أجازة 30، آخر 3 في يناير وأول 3 في فبراير هناخدهم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
تطوف تسعى تكمل سعيها حتى تكمل سعيها. ده مش يعتبر حرم المسجد؟ معلش بس هتكمل سعيها للضرورة للضرورة. ولا تمكث بقى تسعى وتروح على طول. والله تعالى أعلى وأعلم.